أقولك على حاجة أنا كمان. قولي. لو رجع بيا الزمن كنتش عملت في حسن كل اللي عملته فيه ده. كنت حبيته وخدته في حضني وخليته يحس بالحب ده ويشوفه بعيني. أنت بتحب حسن فعلا؟ آه بحبه، ومن أول يوم على فكرة. بس كنت بعاند نفسي، العند والغل اللي كان في دماغي من أمك ومن مرات عمك خلاني أكتم ده في قلبي. كل ما كنت أحس إني هحن لحسن أقفل قلبي وأقول لا يا رتال. لو قلبك حنله هيبيع ويشتري فيكي زي ما هو عايز. بس أنا دلوقتي بصلح ده. أنا عايزة حسن وعايزة يجي لي لحد عندي، بس بالحب يا شهد مش بالكره. شهد يا شهد، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. زينب عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني. انت كمان وحشاني. كويس ان انت هنا، كنت هبعتلك. خير؟ خير ان شاء الله. طمنيني عليك يا شهد، عاملة ايه واخبارك ايه؟ عارفة لما كنتيش جيتي كنت هنزلك مصر. ايه يا شهد؟ ليه بس كده يا حبيبتي؟ مالك؟ مخنوقة قوي يا زينب، حاسة ان الدنيا كلها جاية عليا. يا حبيبتي مين اللي قال كده؟ الدنيا عمرها ما بتقفل في وش حد، وطول عمرها فاتحة حضانة للناس. المهم احنا شايفينها ازاي. طول عمرك كلامك حلو يا زينب. وانت طول عمرك كلامي مش بيعجبك وبتقعدي تتريقي عليه، بس برضو انت احلى واحدة في عيلة عبدالله. فاكرين يا بنات لما بابا كان بيجي وبيجيب لنا معاه شوكولاتات كتير؟ فاكرين طبعا. انا كان بيجيب لي اكتر واحده فيكم، كان يقول لي ما توريهاش لاخواتك عشان ما يجروش منك. وانا كنت بصدقه. ولما قعدنا مع بعض اكتشفت انه بيقول كده لكل واحده فينا. كان عايزنا نحب بعض، كان عايزنا نبقى احسن بنات في الدنيا. تفتكروا لو كان عايش دلوقتي كان هيبقى راضي عن اللي بيحصل؟ كان هيبقى راضي عن كل اللي بتعمله كل واحدة فينا؟ الله يرحمه. الله يرحمه. وعمتك عايزاكي في ايه بقى؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني هي كلمتك قالت لك تعالي، رحت انت رايحة كده وخلاص؟ قسما بالله ما اعرف. قالت لي تعالي، قلت لها جاية، عايزة دلوك. عاوز ايه يعني؟ قلت نخرج شوية مع بعض. نخرج؟ واحنا من امتى بنخرج مع بعض يا فتحي؟ اهو نخرج نروح نقعد في اي حته، نشرب اي حاجه، اتنين ليمون اتنين برتقان، اي اتنين وخلاص. ايه الروقان ده يا فتحي؟ وماله الروقان يا شمس؟ وحش يعني؟ قلتي ايه؟ هروح لعمتي الاول وبعدين نتكلم. اقعد لك على القهوه، اشرب حاجه، كل حاجه لغايه ما ارجع لك. سلام يا فتحي. سلام يا شمس. سلام. اقعد على القهوه كتير. طيب ست ريتال فين؟ ست ريتال طلعت. طب اعملي لي قهوة. أدخل. اخصى عليك يا حسن، استنيتك عشان تيجي ولا تتكلم ولا تسأل بس ما حصلش. معقولة بجد؟ معقولة تقدر تبعد عن لبنى كل الوقت ده؟ واضح إن أنا ظني مش في محله خالص. تفضلي. تفضلي؟ هو انت خليت فيها تفضلي ولا اي حاجه من الكلام ده؟ اللي يشوفك وانت جاي عشان تتجوز لبنى يقول ان انت لا يمكن تقدر تبعد عنها. موضوع لبنى اللي جابك لحد هنا اياك، هو في اهم من كده؟ اللي تشوفيه. معلش انا عارفه انها غلطت، بس اقدر موقفها برضه. ده أبوها مات مقتول، ومين اللي متهم في قتله؟ كريمة. هي غيرك يا حسن، هي ما تقدرش تستحمل اللي أنت استحملته يا حبيبي. عادل، اللي جابك لحد هنا عادل، مالها تلف وتدوري؟ عايزة تعرف أنا في إيه في دماغي. لو كنت دخلت في الموضوع اللي أنت جاي عشانه على طول كنت اختصرت لك الليلة. بس أنا جاي هنا عشان خاطر لبنى بس. عايزة رأيي؟
المكان هنا مش مكانك، تضيع وقت. تشرب ايه؟ ولا حاجة. روح انت كمل كلامك. ملعب هنا مش بتاعي كريم، ملعب هنا مقفول علينا وبس. هو في حد يقدر يلعب في الملعب لوحده؟ ايوه، لما يكون الملعب بتاعه. بس ده برضه غلط. وماله، مفيش اي مشكلة، ادينا بنتعلم. طيب يا حسن، انا عارفة ان الملعب بتاعك ولوحدك، ايه المطلوب مني يعني؟ اعمل ايه عشان ادخل معاك الملعب ده ونلعب سوا ونجيب جول كمان؟ حاجة بسيطة قوي. اللي هي؟ تسمع الكلام وتقولي حاضر ونعم. ما خدتيش واجب ضيافة. سامحيني يا فريدة، سامحيني. قلت أكيد هتبقى جعان. زين جبت الأكل، قلت خلينا ناكل مع بعض سوا بعيد عن البيت. مروان عينك مالها؟ لا لا لا، ما في حاجة. تعالي زينة بقعد. اقعد اقعد. ليش؟ أنا مش عارف إيه اللي دخل فيهم. عارفة؟ نفخت فيهم اخف طوالي. هو ده ينفع؟ ايوه جربي، هتخسري حاجه. ايه ده، هو انت بتصدق في الكلام ده؟ ايوه بس يا قلبي، هي دي الطريقه اللي هتخف بيهم. طب خلاص، ابقى اغسل وشك وعينك هتبقى كويس. يا ابوي بنتي صعبه جوا جوا يا زينب. وانت برضو مش سهل، وانا عارفه متاكده لو دورت وراك هلاقي بلاوي قد كده مستخبيه. ده انا غلبان واغلب من الغلب ذات نفسه. قربي يا زينب قربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه جبن، ايه ده باميه؟ ده ايه الحلاوه دي؟ بسم الله، يا سلام وفراخ كمان.